من قناة مصر التعليمية أحييكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي وحلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهواء ومادة الدراسات الاجتماعية. قبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة وهيكون موضوعنا الأخير في المنهج سكان الوطن العربي، بنرحب كلنا بالدكتورة إيلاريا عاطف. أهلا بحضرتك يا دكتورة. اهلا بحضرتك استاذ محمود، واهلا بكل ولادنا والساده اولياء الامور اللي بيتابعونا في كل مكان. تناولنا أعزائي الطلاب في الحلقات السابقة الجغرافيا الطبيعية للوطن العربي، شفنا الموقع الجغرافي والموقع الفلكي والحدود، شفنا أهمية هذا الموقع، تناولنا تضاريس الوطن العربي، شفنا أهم الظاهرات التضاريسية من جبال وهضاب وسهول في الوطن العربي، شفنا العوامل المؤثرة في المناخ وأهم الأقاليم المناخية السائدة في الوطن العربي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في الجغرافيا البشرية للوطن العربي وهنتناول موضوع السكان في الوطن العربي. طبعا لما نتكلم عن سكان الوطن العربي هنقول ان سكان الوطن العربي دول طبعا ينتموا لاصل واحد وتجمعهم وحده اللغه والمكان والتاريخ. دكتوره ايلاريا، نمو السكان في الوطن العربي دي اول نقطه في موضوعنا النهارده. علشان نعرف يعني ايه نمو السكان لازم اعرف كلمة نمو يعني ايه اصلا. كلمة نمو يعني زيادة. لما نتكلم عن نمو السكان يبقى زيادة السكان في فترة زمنية محددة. احنا بنعمل تعداد سكاني لوطننا العربي من زمان جدا، يعني من حوالي 100 وشوية سنة، 120 سنة تقريبا. اول دول الوطن العربي اللي عملت تعداد للسكان عشان تعرف نمو السكان فيها قد ايه كانت مصر. مصر من الدول استاذ محمود اللي بتعمل التعداد بتاعها كل 10 سنين، يعني كل 10 سنين انا بعد السكان بتوعي وبعرف هم قد ايه النهارده، وهقول لاولادنا احنا ليه بنعمل التعداد. في دوله زي الاردن مثلا كل 5 سنين بتعمل تعداد سكاني. ولاد كتير قوي احنا بنشرح الجزئيه دي، طب هو احنا ليه بنعد السكان؟ يعني ايه الهدف بتاعنا من احنا نقعد نعد السكان وعندنا كام ذكور وكام اناث وكام طفل في عمر كذا؟ النهارده انا لو عديت السكان بتوع مصر استاذ محمود وعرفت ان انا عندي مثلا 1,200,000 مثلا من طفل مثلا، الطفل، يبقى انا بعد 6 سنين الطفل لازم دول اوفر لهم حديد مدارس معينه. بالظبط. بعد 15 سنه يبقى لازم في مدن سكنيه معينه في اماكن معينه عشان اعمل توسيع عمراني وما اعملش ضغط على العاصمه وابدا افكر في مكان جديد يحاول يعمل خلخله في السكان. فبالتالي احنا بنعد السكان علشان نقدر نكيف ظروفنا في المستقبل. احنا قلنا ماده الدراسات الاجتماعيه بتدرس الحاضر عشان تفهم وتبدا تتنبأ بالمستقبل. فدي ميزة مهمة جدا من ميزات التعداد السكاني، ان انا بعرف انا محتاج ايه من خدمات في المستقبل فاقدر اوفره لابناء هذا الوطن. يعني افهم من كلام حضرتك دكتورة ان التعداد ضرورة لتخطيط المستقبل. بالظبط، حقيقي. ودايما انا اربط الولاد بمصطلح تخطيط الارض، يعني انا دايما بربط التعداد السكاني بتخطيط الارض. انا لما باجي اربط وبعد السكان ببقى بخطط للمستقبل، اقول والله القاهره ما بقتش مستحمله، الجيزه ما بقتش مستحمله، طب انا هعمل محافظه جديده صحراويه. الدوله دلوقتي بتتجه ان يكون في ظهير صحراوي لكل محافظات الصعيد. شفنا اسيوط الجديده واسوان الجديده والاقصر الجديده، كل ده اتبنى مره واحده؟ لا، اتبنى لما بعمل تعداد سكاني فبعرف انا عندي زياده في الوطن العربي قد ايه، احتياجاتي عشان اعرف احتياجاتي في المستقبل بعد 10 15 سنه. انا ليه النهارده ببني مدارس يا استاذ محمود؟ علشان انا عارف انه عندي النهارده في مثلا 100,000 طفل حديث ولاده، يبقى بعد 5 سنين محتاجين اماكن في مدارس. فبالتالي انا بحدد احتياجاتي وفق امكانياتي البشريه اللي موجوده دلوقتي. فعشان كده مصر من اوائل الدول اللي عملت تعداد سكاني. يعني ممكن نقول يا دكتورة إن التعداد السكاني ده عملية عد شامل لسكان الوطن العربي من حيث العدد والنوع والمؤهل، محل الإقامة، وما إلى ذلك من نواحي اجتماعية. بالظبط. وذكور عندي قد ايه، ذكور عندي قد ايه، اناث قد ايه تحت خط الفقر وقد ايه فوق خط وهكذا عشان اقدر احدد احتياجاتي بعد كده. طبعا أعزائي الطلاب، سكان الوطن العربي طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة عام 2014 بلغوا حوالي 385 مليون نسمة. وهنا دكتورة بعض الأولاد مش فاهمين كلمة نسمة يعني إيه؟ شخص فرد عايش، شخص علشان الكلمة دي يعني جديدة عليهم شوية، اهو على أساس إن أول سنة يدرسوا إيه؟ الجغرافيا الجغرافيا البشرية. البشرية دي حقيقة. نسمة يعني نفس، تمام. بني آدم، آه شخص. سواء ذكر أو أنثى، طفل أو مسن، بالظبط، أي إنسان، شخص بيتنفس. تمام. يبقى إذن أعزائي الطلاب، تعداد الوطن العربي طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة 2014 385 مليون نسمة. طبعا كان في تطور لأعداد السكان من سنة 2000 ل 2014 لحد ما وصلنا إلى العدد الكبير ده. عدد سكان الوطن العربي دكتورة أو سكان الوطن العربي بالشكل ده بيمثلوا 5.3% من سكان العالم،
دي الرقم ده حقيقة يعتبر مش قليل برضه دكتورة. طبعا نسبة مش قليلة، وخصوصا الوطن العربي ثقل بشري كبير في منطقة الشرق الأوسط، فدي برضو نسبة مهمة جدا. ولادنا بقى بيسألونا نحفظ النسب دي ولا لا، وده السؤال المتعارف عليه. احنا بنحفظ ان الحاجة اللي بتدينا استدلال، يعني انا هنا الاستشهاد فقط. بالضبط، يعني انا هنا بقول ان نسبة السكان الوطن العربي او نسبة سكان الوطن العربي من العالم كله 5.3. هل انا ممكن اسأل الولاد نسبة سكان الوطن العربي قد ايه من العالم؟ لا مش ممكن اسأل كده، بس ممكن اسأل قد ايه النسبة دي بتأثر على العالم، في زيادة سكانية قد ايه بمعدل 2.6%. بالتالي انا بشوف الحاجات اللي تديني دلالات، يعني لما اقول نسبة النمو السكاني في الوطن العربي سنويا 2.6، يبقى اعرف كده ان معدل النمو السكاني في الوطن العربي بيقوم بشكل سريع جدا، وبيأثر بقى على خدمات اللي بيقدمها الوطن العربي لأبنائه. فيبقى انا هنا بحفظ النسبة، لا مش بحفظها، انا بعرفها بفهمها عشان عشان استنتج. يبقى ليا مدلول. لما يجي يقول لي بما تفسر تعد نسبة النمو السكاني نسبة مرتفعة في الوطن العربي، يبقى نظرا لانها بتعد بتمثل 6%2.6% من عدد سكان العالم. طبعا يا دكتوره، معدل النمو السكاني بالشكل ده اللي هو حضرتك زي ما تفضلت وقلت 2.6% بيعتبر معدل مرتفع جدا بالنسبه دي للعالم. حقيقة. تمام، معنى كلمه 2.6% يا دكتوره يعني كل 100 فرد بيزيدوا بمعدل 2.6%. دي طبعا نسبه حسابيه عشان ما حدش عشان يقول ما لك حدش ايه 6% ست دراعه. دي دي نسبه حقيقة. حسابيه طبعا. دي حقيقة. هنا دكتوره في عوامل بتؤدي الى ارتفاع او تؤدي الى هذا النمو السكاني السريع في الوطن العربي، دي حقيقة. هي معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. اللي هي بنسميها دكتوره ايه؟ الزيادة الطبيعية. تمام. الزيادة الطبيعية هي الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. أنا باجي أقول إيه؟ بحسبة صغيرة جدا يا أولاد، أنا اتولد عندي في الوطن العربي 100 مواطن عربي مثلا، يعني توفى منهم 50 مواطن، يبقى أنا الزيادة عندي هنا هطرح ال 50%، فهيديني نسبة الزيادة الطبيعية في الوطن العربي 50 مواطن. فبالتالي كلمة الزيادة الطبيعية هي الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. ده مصطلح يا دكتوره دائما وابدا بيجي في امتحان الصف الثاني الاعدادي، عاوزين نكتب المصطلح ده لاولادنا. ما مصطلح المقصود ما الزيادة المقصود بالزياده الطبيعيه؟ الطبيعية. الورقة كده معدولة تظهر كمان ماشي بس خلينا. الزياده الطبيعيه. تمام يا دكتور، نعدل الورقه بعد اذن حضرتك تحت شويه. ماشي. كده تمام. اي بقى الزياده الطبيعيه الطبيعية. دي اول سبب من اسباب النمو السكاني في الوطن العربي. الزيادة الطبيعية معناها الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات الوفيات. تمام، يعني ناتج الفرق نطرح بالظبط، الوفيات من المواليد. ناتج الفرق الفرق بين معدلات المواليد والوفيات والوفيات. زي ما حضرتك ضربت مثال يا دكتورة، لو اتولد مثلا 1000 شخص في الوطن العربي، 1000 طفل في الوطن العربي يا دكتوره، وتوفى 100 طفل، هنطرح ال 1000 ناقص ال 100 هيطلع 900، ال 900 دول هم اللي بيمثلوا الزياده الطبيعيه في الوطن العربي، وده اول سبب من دي اسباب حقيقة. النمو السكاني. بالظبط، زيادة عدد المواليد. هنا هسال حضرتك سؤال يا دكتوره مهم جدا جدا. طبعا عندنا في الوطن العربي دلوقتي زياده في المواليد وانخفاض في نسبه الوفيات. انخفاض نسبه الوفيات لها اسباب. ترجع لأسباب كتيرة قوي، أولهم ارتفاع الرعاية الصحية. احنا دلوقتي عندنا ارتفاع في الرعاية الصحية بشكل كبير جدا، واحنا نعد من الدول اللي بتتمتع بان هي ذات المستوى العالي او المرتفع في الرعاية الصحية. ارتفاع مستوى المعيشة. تمام، ارتفاع مستوى المعيشة بيأثر على زيادة نسبة الوفيات او انها تقل او تزيد، تمام، لان الواحد كل ما كان مستواه مرتفع فبالتالي بيقدر يتعالج كويس في مستشفيات كويسة وما الى ذلك. بيحافظ على الصحة العامة. بالظبط. عندي كمان نقطة مهمة جدا، ارتفاع الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة. احنا دلوقتي عندنا في كل الوطن العربي في التطعيمات الاوليه للاطفال اللي هم بنسميهم حديثي الولاده، فالاهتمام بالرعايه الصحيه للاطفال ده شيء مهم جدا، بيخلي فيه عندي انخفاض في معدلات الوفيات. خاصة يا دكتورة إن معظم حالات الوفاة في القرن الماضي كانت بين الأطفال، لأن طبعا إحنا عارفين الأطفال أقل مناعة من الكبار، فالأمراض بتصيبهم أكتر أو الأوبئة بتصيبهم أكتر. إنما دلوقتي زي ما قلت حضرتك اهتمام الدولة أو اهتمام الحكومات العربية بالأطفال ونظام التطعيمات اللي هو معمول بيه في كل الدول العربية خلى نسبة الوفيات في الأطفال طبعا قلت، وبالتالي ينعكس ذلك على نسبة الوفيات العامة. دي حقيقة، وبيخلي فيه انخفاض نسبة وفيات. وده سؤال ممكن يجي لنا يقول لنا بما تفسر انخفاض نسبة الوفيات في الوطن العربي؟ يبقى احنا نحط الثلاث أسباب.
بالرغم دكتورة ان القاعدة العامة دلوقتي عندنا او الحقيقة اللي احنا كلنا عرفناها دلوقتي ان الوفيات في الوطن العربي انخفضت بشكل عام، ولكن هناك بعض الدول العربية ما زالت حتى الآن تعاني من ارتفاع نسبة الوفيات. عاوزين نعرف السبب حضرتك. الحروب، الصراعات، المجاعات، 3 أسباب تعملي نسبة وفيات مرتفعة. حروب زي الموجودة في سوريا، أوبئة وأمراض، ارتفاع نسبة مجاعات زي المجاعات زي الصومال مثلا. الصومال. فبالتالي الثلاثة دول نسبة الوفيات فيهم مش ثابتة، هي بتتحدد نسبة للحروب. لو الدنيا استقرت في سوريا ورجعت الأحوال كما هي عليه، خلاص مش هيحصل وفيات، فبالتالي نسبة هتقل. يبقى هي هنا نسبة متغيرة يا أستاذ محمود في المناطق اللي فيها صراعات وحروب وأوبئة مجاعات. ومجاعات. فلسطين فيها احتلال، فبالتالي تمام. الناس بيقاوم الاحتلال فبترتفع نسبة الوفيات. العراق غير مستقرة. العراق غير مستقر، يبقى أنا عندي في دول بنسميها تحت خط النار زي سوريا، زي فلسطين، زي العراق، كل دي دول بتعاني من الحروب والصراعات، فبالتالي هلاقي نسبة وفيات عندها مرتفعة. الصومال عندها مجاعات، فبرضه هلاقي فيها نسبة وفيات مرتفعة. إذن يا دكتورة ما زالت بعض الدول العربية تعاني من نقص الوفيات. بصفة عامة زيادة نسبة المواليد في الوطن العربي أدت إلى ارتفاع النمو السكاني، ودي زي ما تفضلت حضرتك وقلت دي اسمها الزيادة الطبيعية. في أيضا سبب آخر لنمو السكان في بعض الدول، هذا السبب هو الزيادة غير الطبيعية. عاوزين نعرف ما المقصود بمصطلح الزيادة غير الطبيعية؟ هي زيادة ناتجة عن الهجرة. أنا ممكن أهاجر من مكان لمكان، زي مثلا الناس اللي بتهاجر علشان تشتغل، الناس اللي بتهاجر زي عشان تتعلم، لهجرة العقول، إن أنا أخرج من مكان علشان أروح مكان تاني أتعلم فيه أو أحصل على مستوى تعليمي أعلى. في هجرات بنسميها هجرات إجبارية، إنه يحصل مثلا حرب في مكان فالناس تتجه إلى مكان آخر، زي ما حصل في مصر مثلا، في حروب في سوريا واليمن وليبيا والعراق، فالناس بتروح وبتهرب من النار بتيجي عندنا في مصر. بيحصل عندي ارتفاع هنا في معدلات الزيادة الطبيعية الغير طبيعية اللي هي بتبقى نتيجة الهجرة. هجرة. والهجرة عندي في الوطن العربي نوعين، هجرة داخلية وهجرة خارجية. بس لما نتكلم بقى عن الهجرة الداخلية، هنقول ان من مصر للسعودية دي هجرة ايه؟ داخلية، لانها داخل حدود الوطن العربي. طب المواطنين خرجوا من مصر راحوا دولة خارج الوطن العربي، راحوا مثلا ايطاليا، راحوا المانيا، راحوا فرنسا، راحوا الولايات المتحدة الامريكية، اصبحت دي هجرة غير طبيعية. الناس دايما بتهاجر علشان يا اما تتعلم يا اما تشتغل، بحث عن فرص عمل او بحث عن مستوى تعليمي افضل. إذن الهجرة هي الزيادة غير الطبيعية، يبقى كده يا دكتورة أخذنا أسباب النمو السكاني في الوطن العربي اللي هو زي ما حضرتك قلت 2.6%. أسباب النمو السكاني الزيادة الطبيعية وهي ناتج الفرق بين المواليد والوفيات، والزيادة غير الطبيعية والتي يقصد بها الهجرة. مصطلح الهجرة يا دكتورة دايما بيجي لنا في الامتحان، وهو انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة والعمل. دي حقيقة. هنا دكتورة توزيع السكان في الوطن العربي غير متجانس، بمعنى ان هناك دول عربية تعاني من زيادة سكانية او كثافة سكانية عالية جدا، ودول اخرى تعاني من كثافة منخفضة جدا. نقطة توزيع السكان في الوطن العربي نقطة مهمة جدا جدا. ما هي العوامل التي تؤدي الى اختلاف الكثافة السكانية من دولة عربية لدولة اخرى؟ تعال نشوف الناس بتقعد فين يا استاذ محمود، يعني الناس بتدور على ايه علشان تشتغل مثلا. هنلاقي مثلا ان الزراعه بتخلي فيه نسبه عدد سكان كتير قوي، أكتر. لان الزراعه لو دورت مثلا على وادي والدلتا في مصر، فلاقي ان الكثافه السكانيه في مصر كبيره جدا حوالين الوادي والدلتا، فيبقى الناس بتدور على الانشطه الاقتصاديه، ودي عوامل بشريه. بشرية. الناس بتدور على العوامل الطبيعيه زي ايه؟ مثلا التربه الخصبه، وفره ميه، مناخ معتدل، يعني وجود ممكن نكتبه مع ثروات حضرتك يا دكتوره ان هنقسم العوامل زي ما حضرتك تفضلت وقلتي. طبيعيه وبشريه. العوامل الطبيعيه والعوامل البشريه. وممكن نلخص العوامل الطبيعيه يا دكتوره في موارد الميه والتربه الخصبه اولا، ثم التضاريس، ثم المناخ. موارد الميه والتربه العذبه، عفوا، موارد الميه والتربه الخصبه، بعد كده التضاريس، التضاريس، وبعد كده المناخ. دول المناخ العوامل الطبيعيه يا دكتوره. خلينا نفسرهم للولاد واحده واحده. تمام. موارد الميه، الناس دايما بتدور على موارد الميه، فهنقسمهم لثلاثه. تمام. يا اما الناس بتروح تقعد حوالين مجاري الانهار في المناطق اللي فيها انهار، يا اما بتشوف الابار والعيون، يا ميه اما ظرفيه. المياه الامطار. دي الـ3 أماكن اللي فيهم تركز سكاني في الوطن العربي. الانهار هلاقي الكثافه مرتفعه جدا في الوادي والدلتا كمثال. الابار والعيون في الواحات المصريه، واحه الداخله الخارجه الفرافره، وواحه الكفره في ليبيا.
الامطار في شمال الوطن العربي في تراكم سكاني، وفي جنوب الوطن العربي احنا كده برضو بنربط التضاريس مع بالمناخ. المناخ. التربه الخصبه في الوادي والدلتا وحوالين نهر دجله والفرات، كل دي تربه زراعيه خصبه، فهلاقي فيها تركز سكاني في المنطقه دي، فبالتالي بترتفع الكثافه السكانيه في المناطق اللي فيها وفره في موارد المياه والطرب والتربه الخزبي. الخصبه. طيب التضاريس بشكل عام، التضاريس استاذ محمود مش مناطق جذب سكاني الا في منطقتين عندنا في مصر، يا اما مرتفعات في الوطن العربي، يا اما السهول. مرتفعات اليمن، يا اما جبال لبنان. يبقى انا هلاقي السكان بيسكنوا الجبال في المنطقتين دول، مرتفعات اليمن او جبال لبنان، فبالتالي المنطقه دي هتتركز فيها الكثافه السكانيه بالنسبه للتضاريس. طب بقيه تضاريس الوطن العربي، لا انا مش هلاقي ناس عايشين فوق الجبال غير في المنطقتين دول، طب بيتركزوا بعد كده فين؟ سهول يا اما ساحليه يا ايوه اما سهول تمام، فيضيه. يبقى بيتركزوا في السهول يا دكتوره، و وبيقلوا على المرتفعات والجبال ما عدا باستثناء اليمن ولبنان. بالظبط كده، يبقى انا عندي التضاريس هقسمهم لثلاثه، يا اما ساكين الجبال اللي هم اليمن ولبنان، غير كده مش هلاقي فوق الجبال اي سكان الوطن العربي، هلاقي فيه تركز كبير جدا في السهول الساحليه المطله على البحر الاحمر والبحر المتوسط والمحيطات، هلاقي فيه تركز كبير جدا في الاوديه اللي بنسميها الاوديه حول الأنهار. الفيضيه اللي هي حوالين الانهار، فبالتالي التضاريس عامل مهم جدا. وممكن يجي يقول لي ما العلاقه بين التضاريس وتوزيع السكان؟ هنقول ترتفع الكثافه السكانيه في المناطق التي تتميز ساحلية. باستواء سطحها زي كذا وكذا، وباستثناء لبنان واليمن. طب بالنسبه للمناخ، المناخ عندنا في الوطن العربي يتميز بان هو بينقسم لقسمين، يا اما مناخ معتدل على سواحل البحر المتوسط، يا اما مناخ قاري في داخل الوطن العربي. فهلاقي ان السكان بترتفع كثافتهم على السواحل الشماليه نظرا لارتفاع لاعتدال درجه الحراره، وبيقلوا داخل الوطن العربي نظرا لارتفاع درجه الحراره. فالمناخ ممكن هنا نقولها يا عندنا دكتوره بطريقه يعني تانيه، ممكن نقول مثلا ايه، ترتفع كثافه السكان حيث المناخ المعتدل الممطر بالظبط اللي كده، حضرتك اشرت اليه دلوقتي، اللي هو مناخ البحر المتوسط خدناه الحلقه اللي فاتت. بالظبط طيب وبيقلوا في المناطق القارية الداخلية المناخ الجاف والحار. الصحراوي تمام، اللي هي نسبة كبيرة جدا الوطن العربي بتعاني منه، اللي هي نسبة 80%. دي بالنسبه دكتوره للعوامل الطبيعيه. يمكن هناخد مع حضرتك برضو العوامل البشريه اللي حضرتك يمكن اشرت اليها، اللي هي الانشطه الاقتصاديه اول حاجه فيها، والصراعات والحروب والنقل والمواصلات. هنقسمهم ثلاثة برضو. أول حاجة إيه؟ أول حاجة الأنشطة الأنشطة البشرية، البشرية، صراعات الصراعات والحروب وحروب، بعد كده عندنا النقل والمواصلات. والمواصلات. ناخد واحدة واحدة ونتكلم عنها. تمام. الأنشطة، أنا عندي أربع أنشطة رئيسية في الوطن العربي، أساسيهم وزمان كنا بنشتغل بيه الرعي، ودي منطقة طرد سكاني مش جذب سكاني، فبالتالي هلاقي بتقل الكثافة السكانية في المناطق اللي فيها السكان بينتشر فيهم حرفة زي الرعي، الصحاري مثلا. كل الصحاري العربية. الكثافة السكانية بتزيد قوي، أو كثافة السكان بترتفع في مناطق الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالزراعة، فهلاقي بترتفع الكثافة السكانية في مناطق اللي الأهل الزراعة. الناس بتاعتها بتشتغل بالزراعة. صناعة تعدين برضو من المناطق اللي بتتميز بارتفاع الكثافة السكانية، يبقى أنا عندي كده بتقل في منطقة واحدة وبترتفع في ثلاثة، أو بتقل في نشاط واحد وبيرتفع في ثلاثة. النشاط الأولاني اللي بترتفع فيه هو الزراعة، صناعة، تعدين، يبقى الثلاثة دول بترتفع فيهم الكثافة السكانية. بتقل فين؟ في بتقل في الرعي. مناطق الرعي اللي منتشرة في كل صحاري الوطن العربي. وهنا دكتوره يمكن مناطق التعدين واستخراج البترول بتبقى مناطق جذب نظرا لارتفاع الاجور. تمام، صحيح وتوافر فرص العمل. صحيح، دي حقيقة. لما نتكلم بقى عن الصراعات والحروب، دي مناطق طرد سكاني، فمستحيل الاقي حد قاعد في وسط النار زي مثلا الناس اللي كانت موجوده في سوريا، فبالتالي حصل لها تهجير او اتهجرت او راحت هاجرت. لاجئين. بالظبط، لجأوا لدول فيها امن وامان واستقرار، فالصراعات والحروب بتقل فيها الكثافه السكانيه، وما بنلاقيش فيها عدد سكان كبير في بالنسبه للوطن العربي. النقل والمواصلات، الحضاره طرق يا استاذ محمود، يعني ايه الحضاره طرق؟ يعني احنا دلوقتي لو مدينا طريق من هنا لمنطقه صحراويه، بكره الصبح هنلاقي فيها عدد سكان، فبالتالي النقل والمواصلات هو اهم العوامل البشريه في نقل وتوزيع وتخلخل السكان في الوطن العربي. لو لقينا مكان مؤهل جدا بس ما فيهوش نقل ومواصلات، ما حدش هيروح هناك هيبقى يقعد. غير معمر بالظبط، السكان. لكن تعال مد طريق من هنا للواحات، هلاقي السكان على طول الطريق موجودين، تمام. فبالتالي النقل والمواصلات من العوامل المهمة جدا اللي بتأثر في توزيع السكان. قبل يا دكتورة ما نلقي نظرة على المشكلة السكانية، معانا خريطة دلوقتي هنعرضها على الشاشة مع حضرتك، علشان برضو حضرتك توضح لنا. الخريطة دي طبعا موجودة في كتاب المدرسة يا أولاد. الخريطة دي هتوضح لنا الكثافة السكانية. بص يا دكتورة، يمكن لاحظ من الخريطة دي حضرتك إن في أماكن
باللون الموف الغامق جدا جدا، زي مثلا وادي النيل والدلتا. اه بالظبط كده. احنا تعالوا بقى نجرب نعرف احنا فهمنا ولا لا. الوادي والدلتا فيها عوامل طبيعية بتجذب السكان زي المية، وفرة المية العذبة وزي التربة الخصبة، فبالتالي العاملين دول موجودين، اذا هلاقي اللون بدأ يبقى اغمق شوية. ليه؟ لان بترتفع الكثافة السكانية. لتوافر العوامل. بالظبط. وهنا مصطلح كثافة مصطلح مهم جدا، هو عدد قسمة عدد السكان على على المساحة، المساحة. عشان اقدر اعرف يعني ايه كثافة سكانية. في لون يا دكتورة ألاقيه باللون البنفسجي اه الغامق. الفاتح شوية، اللي هو على سواحل البحر المتوسط، يعني ارتفاع الكثافة بس مش زي الوادي والدلتا. بالظبط. ارتفاع الكثافة هي كثافة مرتفعة بس مش جدا، يعني هي كثافة سكانية مرتفعة، ودي بلاقيها على سواحل البحر المتوسط، ممكن الاقيها في بلاد الشام، كل دي مناطق بتتميز بان هي كثافة سكانية مرتفعة. على فكرة يا دكتورة برضو نقول لأولادنا إن مفتاح الخريطة اللي هو موجود أسفل الخريطة في المربع ده مهم جدا جدا، لأنه بيوضح لنا مناطق الكثافة السكانية. يعني اللون الغامق ده بيوضح لنا المناطق المرتفعة جدا في الكثافة، اللون الأفتح شوية كثافة مرتفعة. في لون يا دكتورة بلاقيه أفتح شوية من الاتنين اللي هي الكثافة المتوسطة، بالظبط. دي تمام؟ بلاقيها بقى في المناطق الداخلية شوية. في بقى لون فاتح خالص باللون البنفسجي الفاتح خالص يا دكتوره، اللي هو اخر حاجه الكثافه النادره دي اللي الاقيها موجوده في قدامنا. الصحاري بقى، يعني مفيش موارد، فبالتالي مش هلاقي سكان. وهنا في علاقة مهمة جدا بين السكان، بين توزيع السكان والموارد هي الطبيعية. النقطه اللي كنت اسال حضرتك فيها الاخيره دي يا دكتوره، وهي مشكله السكان. دائما وابدا يا دكتوره لما حد يسالنا يقول لنا يعني ايه مشكله السكان، اجاوب على طول اقول زياده السكان. هي زيادة السكان في حد ذاتها مش مشكلة، تمام، لأن في دول عندها زيادة كبيرة جدا في عدد السكان وما عندهاش مشكلة، بس عندها موارد. عندها موارد. هي إمتى أقول إن في زيادة سكانية؟ لما يكون عندي عدد سكان كبير بس عندي عجز في الموارد، يعني تمام. الموارد مش بتكفي السكان، فبالتالي هنا هتنشأ المشكلة السكانية. يبقى في علاقة غير متوازنة بين الموارد المتاحة وعدد السكان، من هنا تنشأ الأزمة أو المشكلة إذن السكانية. يا دكتورة المشكلة السكانية باختصار هي العلاقة غير متوازنة بين الموارد وبين عدد السكان. في دول عربية بتعاني من زيادة السكان ونقص الموارد. احنا سوريا، سوريا في دول عربية بتعاني من نقص سكان وزيادة موارد زي دول الخليج العربي. الخليج العربي كله. أعزائي الطلاب، لحد كده وصلنا إلى نهاية حلقتنا النهاردة. استنونا الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهواء. إلى اللقاء.